مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث يصل إلى صنعاء لمرافقة مفوضي جماعة أنصار الله الحوثي إلى السويد، حيث من المقرر أن يشارك في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة. مسؤول يمني كشف أن المحادثات بين الحوثيين والوفد الرسمي للحكومة اليمنية لن تكون على طاولة واحدة، إنما ستكون اللقاءات فردية، في حين يأمل مبعوث الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح مطار صنعاء وتأمين صفقة لتبادل السجناء ووقف إطلاق النار في الحديدة كأساس لهدنة أشمل تتضمن وقف ضربات جوية يشنها التحالف بقيادة السعودية، إذ يواجه قرابة 10 ملايين يمني المجاعة، وفي المقابل وقف الهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين على المدن السعودية. عرضت الأمم المتحدة القيام بدور أقوى في الإشراف على عمليات ميناء الحديدة والبنية التحتية الأساسية الأخرى لعملية الإغاثة. يجب أن يتفق الطرفان على أنه يمكننا القيام بهذا الدور، لأنه على الرغم من وجود العديد من الموانئ والأراضي والبحر والتي من خلالها تصل المساعدة إلى اليمن، فإن الحديدة هي الأهم بالنسبة للغذاء والوقود والأدوية. ردود أفعال اليمنيين تباينت حول محادثات السلام، فبعضهم بدوا يائسين، في حين علق آخرون آمالهم في أن تفضي هذه المحادثات إلى اتفاقات تنهي الأزمة الإنسانية في بلادهم. نحن نتمنى من المفاوضات الجديدة أن تفضي إلى حل شامل وكامل لكل الأوضاع، للحرب، لرفع العدوان، لرفع الحصار، لرفع مظلومية الشعب اليمني. والله احنا نتمنى أن يوصلنا لحل، ولكن أقول لك لا حياة لمن تنادي، ما فيش أي أمل جديد، إنها كسابقتها ماطلة وعدم جدية في الأمر. يعني طهران من جهتها أعربت عن دعمها لمفاوضات السلام بين جماعة الحوثيين المدعومين إيرانياً والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأبدت استعدادها للإسهام في إنهاء النزاع في اليمن.